السلام عليكم ورحمة الله. كود سري يظهر لك الصور والفيديوهات والتسجيلات المخفية على هاتفك. سارع الآن واحمي نفسك وعائلتك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب، وإن كانت هذه أول مرة تشاهد فيها القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلك الفيديوهات أول بأول. إذن على بركة الله، كلنا نتوفر على هواتف ذكية، وكل هاتف ذكي نخزن فيه فيديوهات وصور وتسجيلات شخصية لا نحب أن يطلع عليها الآخرون. لكن صديقي العزيز، هل تعلم أن هذه البيانات الشخصية قد تسرق منك وتعرض حياتك للخطر والابتزاز بضغطة زر واحدة؟ ستقول لي بأنك قمت بحماية هذه البيانات ببرامج مثل هذا البرنامج الذي يمنع دخول المتطفلين ومشاهدة صورك ويجعلها كلها محمية برقم سري. سأقول لك عذرا أخي، فهاتفك غير محمي، شاهد معي. الآن نقوم بالدخول إلى معرض الصور. فعلا لا يمكننا الدخول، لكن هل هي كافية؟ بالطبع لا أخي الكريم، هذه الطريقة التي سوف أريك ستجعل بياناتك كلها عرضة للسرقة. تابع معي. نذهب إلى محرك البحث ثم نقوم بكتابة هذا الكود: file:\sdcard. ثم دخول، وهنا المفاجأة، لقد تمكننا من الدخول إلى الهاتف بكل سهولة، ويمكن اختيار أي ملف نريد مشاهدته. فمثلا نختار سيم، ثم كاميرا، وهنا لائحة كبيرة بجميع الصور والفيديوهات والتسجيلات التي تم التقاطها بهاتفك. شاهد معي أخي الكريم هذا العدد الكبير. وحتى نعطي المصداقية سأختار هذه الصورة مثلا، هي تفتح بكل سهولة، وهنا أمامك كل هذه الملفات بدون حماية وكلها قابلة للسرقة. إذن السؤال الآن، كيف أحمي هاتفي وبياناتي من المتطفلين وكذلك من السرقة؟ الحل الأول إخواني والذي سوف يحميك 100% هو إزالة أي صورة أو فيديو تظن أنه قد يسبب لك الأذى ويعرض حياتك الشخصية للخطر. والحل الثاني كذلك هو عند تثبيتك لبرامج الحماية، لا تنسى أن تخص كود سري كذلك لمحرك البحث، لأنه يعتبر كذلك ثغرة يستطيع المتطفلين كما شاهدتم في الفيديو أن يدخلوا ويشاهدوا جميع البيانات الخاصة بك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على دعمكم إخواني، وأي سؤال تريدون طرحه أو تريدون الاستفسار عليه لا تبخلوا بوضعه في التعليقات، سأجيبكم عليه إن شاء الله أول بأول.